بعد صراع طويل مع المرض، توفي الداعية السوداني الفاتح علي حسنين في إسطنبول فجر 19 من أغسطس 2024. لم يكن الفاتح مجرد طبيب وداعية جمع بين العلم الشرعي والطب الحديث، فقد ذاع صيته وترك بصمة واضحة في تاريخ السودان والبوسنة وتركيا. ولد في السودان عام 1946 وتخرج في كلية الطب بلغراد، وحصل على دبلوم الأمراض الباطنية في جامعة فيينا. ارتبط الدكتور الفاتح بعلاقات قوية مع عدد من الشخصيات البارزة في العالم الإسلامي، فقد عمل مستشارا للرئيس البوسني علي عزت بيغوفاتش، وساهم بشكل كبير في بناء دولة البوسنة والهرسك من خلال تأسيس وكالة العالم الثالث التي كان لها دور أساسي في دعم الوجود الإسلامي في شرق أوروبا وبخاصة في ألبانيا وكوسوفو. أسس الدكتور الفاتح العديد من المشاريع التي كان لها تأثير كبير على المجتمعات الإسلامية، منها المجلس الإسلامي لشرق أوروبا والمدرسة العليا في إقليم بهاج بالبوسنة، كما ساهم في نشر الثقافة الإسلامية عبر طباعة معاني القرآن الكريم بعدة لغات أوروبية وترجمة الكثير من الكتب الإسلامية إلى لغات شرق أوروبا. علاقته بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان كانت مميزة وتعود إلى سبعينيات القرن العشرين، حيث كان أردوغان يكن له احتراما عميقا ووصفه بشيخه ومعلمه. وعندما تفاقمت حالته الصحية في يوليو عام 2018، لم يتوانى أردوغان عن إرسال طائرة إسعاف خاصة له لنقله إلى تركيا للعلاج. نجله محمد الفاتح قال لوسائل الإعلام إن والده أدخل إلى العناية المركزة قبل أكثر من أسبوعين في أحد مستشفيات تركيا بعد معاناة من آثار التهاب رئوي حاد، مضيفا أن جثمانه سيورى الثرى في إحدى مقابر إسطنبول.